أعيد السؤال تاني، إحنا اتفقنا يا سيدي الفاضل إن الأصل أن الأصل ليس هو التعدد، أن الأصل هو الزواج بواحدة فقط، وأن ما يروجه البعض من أن الأصل هو التعدد ده مخالف لفهم الآية. تمام، متفقين على الموضوع ده؟ نعم. طيب السؤال كان كالتالي، لماذا يروج السلفية لفكرة التعدد بكل ضراوة ويدافعون عنها بكل قوة ويزعمون أن أي شخص لا يعدد فهو ناقص الدين، لم يكتمل الدين، وأن الأصل هو التعدد بمعنى أنك لازم تعدد عشان تكون أقمت الدين كما ينبغي وتكون متبع فعلا لسيدنا النبي، ولو أنت ما عددتش يبقى أنت كده مخالف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحقيقة طبعا أنا آسف أن أنا أقول على الهوى أن ليست هذه أول مخازيهم، هم الحقيقة المنهج السلفي منهج زي ما قلت قبل كده منهج أعور، لأنه عندهمش ما يسمى بالتأصيل الفقهي. نعم. التأصيل الفقهي اللي ربنا أكرمك وأكرمك وأكرمك وأكرمنا بدراسته في الأزهر دراسة متأنية ودراسة خالية من الهوى الشخصي وخالية من الفردية، وعلشان كده ليست هذه هي الوحيدة التي هناك أمور كثيرة جدا. يعني سوف أضرب لكم عدة أمثلة من جناية الخطاب السلفي على الفكر الإسلامي بشكل عام. هناك سنن حولها السلفيون إلى واجبات إلى فروض. سنن، نعم. سنن، عارفين يعني إيه سنن يا جماعة؟ خدوا بالكم من حاجة. بص، سنن يعني إيه؟ سنن يعني أمور أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على فعلها، وليس على سبيل الوجوب ولا الإلزام. يعني يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها. وهذه السنن ليست مبينة للعبادات، لأن السنن مبينة للعبادة فحكمها الوجوب، عارفينها، زي الظهر 4 ركعات، دي ما عرفناهاش من القرآن، عرفناها من السنة. المغرب 3 ركعات، ما عرفناهاش من القرآن، عرفناها من السنة. إذن هذه السنة مبينة للعبادة، والسنن المبينة للعبادة كلها واجبة.